من بعد مفاجأة الزواج والارتباط اللي فاجأت بها عزة متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأتهم مرة ثانية مؤخرا بأعمال جديدة، من بينها العمل الأول واللي أصدر بالسادس عشر من مارس الماضي، حيث كان عبارة عن تعاون مع لعبة ببجي موبايل العالمية لإصدار النسخة العربية لموسيقى اللعبة بمناسبة السنوية الثانية للعبة. فالفيديو حقق أكثر من 400,000 مشاهدة خلال يومين فقط من تنزيله على قناة عزة على يوتيوب، وصعد بترند بعدة دول. أما ثاني مفاجأة فكانت الإعلان عن أغنية جديدة بعنوان عندي حلم، حيث شاركت عزة فيديوهين على حسابها على الانستغرام للإعلان عنها.